السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وحياكم الله مع برنامجنا كن نجما. ونحن ما زلنا في مهارات صناعة نجوم المستقبل الذين سينهضوا بالأمة بإذن الله تعالى، وأعطيتكم خارطة الطريق، وما زلنا نستعرض في حلقات هذا البرنامج خماسيات متتالية، ونحن اليوم في الخماسية الأخيرة والخامسة، وهي خماسية الإنجاز والتأثير. واستعرضنا في الحلقات السابقة مهارات التأليف وفنون الظهور الإعلامي وفن الإلقاء المباشر والفعال والجذاب. هذه مهارات كلها لها قواعدها ولها أصولها التي تراكمت عبر السنين، لكن اليوم نتحدث عن مهارة خاصة جدا ما زالت أسسها وقواعدها لم تتشكل، ما زالت في طور التشكل وتتصف بسيولة شديدة وتغيير مستمر حتى في المفاهيم، وتغير غير عادي في الأدوات، وهي لها تأثير قوي ومباشر على النجومية اليوم، وتحتاج طبعا إلى حضور ذهني متواصل. هذه المهارة يمكن أن نسميها مهارات الحضور الإلكتروني، وسنخصص لها هذه الحلقة ضمن خماسية الإنجاز والتأثير. مهارات الحضور الإلكتروني نحن نتحدث فيها مثلا عن الموقع الإلكتروني، ونتحدث فيها عن المدونات وشبكات التواصل الاجتماعي وغيرها من الأدوات الفعالة والتي يجب أن يتقنها نجوم المستقبل. شباب اليوم لا خوف عليهم من هذا الجانب، لكن مع ذلك هناك قواعد تعلمناها من الاحتكاك بالخبراء، سننقلها لكم في هذه الحلقة من مهارات الحضور الإلكتروني. فأهلا ومرحبا بكم. إذن دعونا ندخل في تفاصيل هذا الحضور الإلكتروني الذي هو أساس للنجومية. ما كان هو كذلك قبل 20 سنة، اليوم ما في مفر منه. وأبدأ أولا بالموقع الإلكتروني الفعال. الموقع الإلكتروني لم يعد ترفا تقنيا، بل صار ضرورة اجتماعية للنجوم، يعكس عن النجم شخصية منفتحة متطورة، وهو أيضا بمثابة بطاقة شخصية تفصيلية للنجم. الموقع الإلكتروني مرجع هام عن تخصصك، عن مجالك، برامجك، دوراتك، حياتك، سيرتك الذاتية، هو سيرة محدثة بشكل دوري. من مزايا الموقع الإلكتروني أنه متوفر 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. من مزاياه أنه لا يعترف بالحدود، والنشر فيه مجاني، وفيه فرص للمولتي ميديا، تقدر تعرض كلام مكتوب، كلام مرئي، صورة، صوت، إلى كله موجود، وسهل التحديث، ووسيلة للتسويق لأنشطتك وبرامجك وأفكارك، ووسيلة للتواصل، وسهولة بحث تفاعلية عن أي شيء من أنشطتك وعن أي شيء من أفكارك، ويعزز هوية النجم. ولذلك الموقع الإلكتروني مهم جدا، بل هو الأساس. اليوم بالدراسات التخصصية صار يقولون الموقع الإلكتروني صار هو المحور، يعني رغم مثلا متابعتنا الكبيرة من قبل فيسبوك، لكن يبقى الموقع الإلكتروني أهم. ليش؟ فيسبوك هم المتحكمين فيني، مرة منعوني من استعمال موقعي يوم، ثم منعوني مرة أخرى من استعمال موقعي أسبوع. ما أقدر أعمل شيء، بيدهم ليس بيدي، بينما الموقع الإلكتروني بإيدي. لكن حتى يكون فعال هناك أسباب لنجاح الموقع. من أسباب نجاح الموقع أن أهدافه تكون واضحة ومحددة، ولازم الشريحة التي نقصدها تكون معروفة وخصائصها واضحة حتى يبنى بشكل صحيح، وحتى يحقق الأهداف
المرجوة منه والموجهة للشريحة المستهدفة. النجم يجب أن يكون لديه إذن موقع فعال، والموقع الفعال يعني تحديث مستمر وتواجد مستمر وتفاعل مع الجمهور حاضر. وطبعا هذا سيتطلب فريق فعال لإدارة الموقع. إذن قوموا بوضع أهداف للموقع تتميز بوضوح، بقابلية للقياس، بمحاولة مثلا أريد هذا الموقع أن يصل ترتيبه بين المواقع بحيث يكون من ضمن لا يزيد عن 500,000 الأوائل، حددت هدف قابل للقياس. فإذا كان موقعك غير مهيئ لمحركات البحث الشهيرة، تكلم هنا جوجل وبينغ وياهو، لن تستطيع العناكب اللي يسمونها نتس والسبايدرز هذه، فهذه لن تستطيع البحث من خلال موقعك والدخول إلى موقعك. هناك أكثر في الدراسات التقنية أكثر من 200 عامل يعتمد عليها جوجل لتقييم الموقع، وبناء على مدى توفر 200 عامل في موقعك سوف يتم ترقية موقعك إلى النتائج الأولى في جوجل. إذن الموقع الإلكتروني هذا الأساس، لكن لا يكفي أن يكون عندكم موقع إلكتروني. تواجدكم الإلكتروني هذا سواء في الموقع أو في غيره لازم يتميز بالشكل الجميل، وبالذات الصفحة الرئيسية في الموقع الإلكتروني لابد أن يكون مظهرها جميل وجذاب وتعتبر متميزة بالنسبة للمنافسين. هذا لا يعني بعض الناس عند يعني جذاب يعني كثرة ألوان، هذا يعني سوء ذوق في الناحية الجمالية، يسبب تشويش بل يسبب ردة فعل عكسية عند الجمهور. صفحة الجميلة ليس فيها كثرة تفاصيل، فبالتالي الوصول للمعلومة يكون صعب. فهذه تذكروا أهم شيء الوصول للمعلومة، ونجوميتكم هدفها نشر فكر تأثير، فإذا كان الشكل صار هو الهدف عندها ضاع التأثير. وكثرة الصور هذه أحيانا تعيق فهم شخصية الموقع وطبيعة الموقع، فركزوا على الوصول للمعلومة بس من خلال شكل جميل وبسيط، فاجعلوا موقعكم بسيطا واضحا. ومن أهم المعايير سهل الوصول للمعلومة المطلوبة فيه، لا تكثروا من استخدام الألوان لأن هذا سيسبب تشويش للجمهور. ركزوا على الألوان اللي لها علاقة بهويتكم البصرية، أعيد هويتك البصرية، وسنتحدث لاحقا عن قضية أن كما للشركات هوية بصرية identity، وكما للدول والمنظمات في مواقعها identity، وللأعلام في الدول ألوان، كذلك النجم له هويته، سنتحدث عن هذا لاحقا. وموقعكم يجب أن يعكس هويتكم، ويجب أن يكون مبرمجا بحيث يظهر بالشكل الجميل المناسب ليس فقط على الكمبيوتر وإنما أيضا على التابلت وعلى الجوال. أنا وقعت في أخطاء كثيرة، ويا ما صممنا الموقع وعدنا تصميمه حتى نصل إلى الصورة الصح. فأنا يا أبنائي ما قاعد أتفلسف، وإنما قاعد أقول لكم الأخطاء اللي أنا وقعت فيها حتى لا تقعوا فيها. ركزوا كذلك الأمر الثالث، ركزوا على المحتوى. لازم يكون عندكم ما نسميه سياسات تحريرية، بحيث عندكم ضمان لمسطرة واحدة في مستوى المحتوى ولغة المحتوى المستخدمة. لازم يكون عندكم سياسات، يعني مثلا هل ستدخل في السياسة ولا لن تدخل، هل ستهاجم ولا لن تهاجم. أنا مثلا عندي سياسات في بعض الأمور، سأهاجم الطغاة، سأهاجم الإرهاب، سأهاجم المحتلين الصهاينة، هذه قواعد بالنسبة لي. لكني في قضايا هذه سأؤجلها، ولا في قضايا لن أدخل فيها، وفي قضايا لن أعتبرها معركتي أصلا.
فإذا عندي سياسات واضحة، لما تدخلوا لازم يكون عندكم هذه السياسات الواضحة، ورتبوا المعلومات داخل الموقع حسب أهميتها، حسب أولويتها، ومتى يجب تحقيق الأهداف. لابد أن يتميز المحتوى من أهم المعايير بالمصداقية. ما يصير تنسب شيء لنفسك وهو ليس لك، ما يصير تقول قالت الدراسات وهي لم تقل. ولازم يكون عندكم حيادية في الطرح وذكر مصدر للمعلومة والابتعاد عن الشائعات أو نقل الأخبار التي لا تثبت. أنا مرة واحد من الشباب الذين يتابعوني يساعدوني بالحصول على المعلومات، فهو مطلوب منه يتوثق، فجاب لي معلومة فنشرتها، ودقائق ولا بعض الناس هذه ليست صحيحة، فورا ألغيتها. ثم اتصلت فيه، أنت متأكد؟ فقال لا والله دكتور. قلت له سامحك الله، كيف تفعل هذا؟ أنا واثق بك أنك أنت صاحب بحث ومنهجية، فأحيانا حتى اللي معانا يقع في أخطاء فتجرنا إلى مثل هذا. أيضا المحتوى لازم يركز على طبيعة مجالك وتخصصك. يعني أنا إنسان هدفي نشر فكر، وبالتالي سأتحدث في كل ما له علاقة بنشر الفكر، وبالتالي هذا سيجرني إلى الحديث عن بعض الفتاوى التي لها علاقة بالفكر، مثل الحرية والردة وكذا لها علاقة بالفكر، لكني لن أدخل في الفتاوى في الفقهية لأنها ليست لها علاقة بالفكر. فلازم الموقع يعكس مجالكم، يعكس تخصصكم، يوفر لكم معلومات حصرية غير مكررة. كلما استفاد القارئ والمتابع معلومة جديدة كلما تكررت الزيارة، فلا بد أن يكون الموقع فيه فائدة للزائر. ووفروا للزائر فرصة طباعة المادة بشكل منسق، أو خدمة مشاركتها عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي أو الإيميل. لا يصير موقع حصري ممنوع أحد يستعمله. ويجب ربط الموقع بحساباتكم، حسابات النجم على شبكات التواصل، فمربوط الموقع بالفيسبوك، بالإنترنت، بالتويتر، بغيره، بحيث يسوق كل منها للآخر. رابعا، التحديث المستمر للموقع. يجب تجديد الموقع باستمرار، ولازم ما يمر شهر بدون ما يتحدث، فتضيف للموقع آخر أخبار النجم، آخر الإنتاجات، آخر الأنشطة، الفعاليات، البرامج، زياراته، أين سيكون إلى آخره. ويجب أن تتجدد برمجة الموقع نفسه باستمرار بأحدث التقنيات على الأقل مرة كل سنة، بما يستجد من اتجاهات حديثة اليوم بدأت تنتشر في التصميم وفي البرمجة. واربط التحديث بخدمة اشتراك بريدي، بحيث أن تراسل المشتركين أن الموقع جاء فيه الأمر الجديد، نشرنا الكذا الجديد، فتشجع من يحبك على متابعتك. ونختم قضية الموقع بأن الموقع الجيد يحتوي على منتدى بلوج، فلابد من توفير منتدى أو أكثر للحوار بين المهتمين والمتابعين لأعمالك. فادعم المنتدى بتواجد دوري، على أن يسبق ذلك إعلان إلكتروني يحفز الزوار المشاركة. سأكون موجود اليوم للحديث عن الإبداع، بعد أسبوع سأكون موجود للحديث عن القيادة، وهكذا. المنتدى فرصة، المهتم بالإبداع سيشارك في منتدى الإبداع، اللي مهتم بالقيادة سيشارك في هذا. المنتدى فرصة للإطلاع على آراء الزوار المهتمين بمجال تخصصك في هذا المنتدى، وقد تكون فرصة لطرح أفكار لمشاريع ودورات وبرامج ومؤلفات ومعرفة رأي الزوار. كل هذا له علاقة بالموقع الإلكتروني. فإذا موقع إلكتروني قضية معقدة وصعبة لكنها أساسية، لكن الحضور الإلكتروني ليس محصورا في الموقع الإلكتروني. فوسائل التواصل الاجتماعي جعلت هناك أدوات مهمة يجب على النجم استثمارها في التأثير، وأحدثكم عنها بعد الفاصل بإذن الله. إيه
يعني موضوع الوسائل الإعلامية المختلفة بما فيها السوشيال ميديا الآن، يعني لابد أن نكون حاضرين فيه، ولو أني يعني استغرقت وقت طويل بعد تحرري كي أستوعب المتغيرات التكنولوجية التي حضرت واستجدت في فترة أسري، ولكن مهم أن نكون موجودين فيه لنحاكي الطبقات الشبابية والفكرية التي تغيرت وتبدلت واهتماماتها اختلفت. ولذلك يعني أنا لا أترك أي مجال وأي شيء وأي فصحة معينة وأي تطور معين إلا وأتحدث عن القضية الفلسطينية وعن معاناة الأسرى الفلسطينيين فيها. هو دلوقتي بسبب الواقع فرضا على كل واحد يتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي. أنا عن نفسي بحب مثلا تويتر وإنستجرام، في غيري بيحب الفيسبوك وسناب شات. طبعا أنا مجبر أن أنا أتعامل مع كل وسائل التواصل الاجتماعي، عندي حسابات على كل وسائل التواصل الاجتماعي، بتواصل مع الجمهور عن طريق كل وسائل التواصل الاجتماعي. إذا أقول عن نفسي أني أنا قائد، فالقائد بيقود من؟ بيقود الناس. إذا هو كان متخلف عنهم وهم سابقين في التواصل والتواكب المجتمعي في التواصل طبعاً، لأن السوشيال ميديا هي الوسيلة الأسرع في التواصل، إذن إيه هي لازم تكون أهم شيء عند القائد المؤثر. ولكن ما أحب يكون هو الهوس وهو اللي لازم 24 ساعة أنا أدقق، لا. المهم أن يكون هو جزء من حياتي، مثل ما أشرب غلاس ماي عندي وقتين أو ثلاث أوقات في اليوم أتواصل مع الناس. أحييكم وأرحب بكم مع كن نجما، وحديثنا عن تأثير النجم صاحب القيم والرسالة واستعماله للأدوات المختلفة، وحديثنا عن الحضور الإلكتروني. حدثتكم قبل الفاصل ضرورة وجود موقع إلكتروني بمواصفات كثيرة لأهمية هذا الأمر. الأمر الآخر هو شبكات التواصل الاجتماعي. إذا كانت النجومية تتطلب تواجدا في وسائل الإعلام المختلفة من تلفاز وصحافة وإذاعة، فهذا كان في الماضي والحاضر. المستقبل يحتم على النجم ليس فقط أن يهتم ويتواجد على شبكات التواصل الاجتماعي، بل يتقن لعبتها، يتقن أسرارها، ويعرف حيلها وآلياتها. اليوم الذي ليس له حساب على الأقل واحدة من شبكات التواصل الاجتماعي لا يعتبر موجودا بحال بين البشر المتطورين، فكيف بمن يريد النجومية؟ العالم شهد في العشر سنوات الأخيرة ثورة ناعمة في التواصل الإلكتروني. هذا التواصل اختلع أنظمة سياسية، زعزع أنظمة أخرى، فرض مفاهيم جديدة وآليات خطاب ولغات مختلفة لم تكن موجودة من قبل. صارت في هناك أدوات جديدة غير معهودة. أصبحت النجومية اليوم أمام خيارين لا ثالث لهما: إما قبول لعبة النجومية الجديدة على تلك الشبكات، أو التواري خلف الكواليس. لا يستطيع نجم أن يدعي جماهيرية أو نجومية دون أن يعزز ذلك بأرقام المتابعين وحجم التفاعل مع تغريداته ونشر الإلكتروني وعدد الإعجابات التي تنهال مع كل تغريدة. ليس الهدف هذا، الهدف أن هذا الحجم هو حجم وصول أفكارنا ورسالتنا وقيمنا إلى الناس. في كل دقيقة اليوم على الإنترنت، في كل دقيقة تعرض أكثر من 6 ملايين صفحة فيسبوك، وتنشر 100,000 تغريدة في كل دقيقة، وتتم مشاهدة 1,300,000 فيديو على اليوتيوب، ويتم 2 مليون عملية بحث على جوجل، وتعرض 20 مليون صورة في فليكر، ويتم إرسال أكثر من 200 مليون بريد إلكتروني في الدقيقة. وطبعا الأرقام في ازدياد، ليس يوما بعد يوم بل ساعة بعد ساعة. هذه الثورة طبعا لها سلبياتها بلا شك، من أهم سلبياتها نشر الأفكار الهدامة والمواد غير الأخلاقية، من سلبياتها انتهاك الخصوصية وانتشار التحايل والتزوير وانتحال الشخصيات.
ومن سلبياتها الانعزال عن الواقع والحياة في عالم افتراضي. ناس شباب عايشين ما عنده أصحاب، ما عنده أحد، عايش على هذا العالم، وأدى ذلك إلى انتشار مشاكل أسرية لم تكن موجودة من قبل. لكن في المقابل هذه الشبكات، شبكات التواصل الاجتماعي، لها إيجابيات لا تحصى، من بينها سرعة نقل المعلومات والأخبار ومساعدة الطلاب والباحثين، وتساعد في البحث عن فرص عمل حتى، وهي وسيلة للتواصل الاجتماعي على اسمها، وقضاء يعني فترة كبيرة في فضاء واسع للحوار وتبادل الآراء. أيضا ساهمت في تغيير علم التسويق، وساهمت في التسويق والبيع الإلكتروني، وتوفرت بناء على ذلك سلع بعيدة جغرافيا صارت بين أيدينا، وساهمت بشكل غير عادي في الأعمال الخيرية، وصارت وسيلة دعوة رئيسية. وظهرت كذلك صحافة المواطن مقابل صحافة السلطة. في السابق السلطة محتكرة الإعلام، اليوم لا، المواطن هو اللي محتكر الإعلام. وساهمت في كشف العديد من الخفايا، وليس وثائق ويكيليكس ولا وثائق بنما عنا ببعيد. إذن هناك فرصة كبيرة لتعزيز النجومية من خلال هذه الشبكات، ومن الخطأ الاكتفاء بواحدة من تلك الوسائل أو الجمود عليها. فهناك جماهير تفضل فيسبوك، وأخرى تفضل تويتر، كل وسيلة لها من يفضلها بناء على مواصفاتها وطبيعتها الخاصة بها. تويتر مثلا يغلب عليه الطابع السياسي المركز، طبعا بالإضافة لوجود جانب اجتماعي ورياضي وغيره، بينما الإنستغرام يتطلب حضور صور وفيديو، ويركز أكثر بناء على ذلك على الجوانب الاجتماعية، ويعتبر كذلك وسيلة تسويقية هي الأولى اليوم في الخليج العربي. بينما الفيسبوك كان هو المحرك للثورات في كثير من الأماكن، ومركزا للتواصل الاجتماعي والفكري، وعلى النجم أن يتبع كل هذه المسائل لكن بمنهجية علمية، ويحاول أن يكون له قناة فيديو على اليوتيوب، ثم ينتقل إلى تويتر أو الإنستغرام أو غيرها، فينشر حساب له على هذه الوسائل إذا كانت تخدم هدفه. وسناب شات اليوم بدأ يظهر أيضا بقوة. فهنا تتعدد هذه الوسائل وتتجدد، واصل التجدد أيها النجم، وافتح لك هذه الأدوات المختلفة. واليوم كل يوم تطلع عندنا تليجرام غيرها، وسائل متجددة. دراسات على فكرة التي تابعتها بالتفصيل تشير إلى أنه بناء على كثرة الوسائل وعلى حجمها وانتشارها، النصيحة أن النجم يركز على ثلاثة فقط، والباقي لا مانع يتواجد فيه بشكل يعني هامشي، لكن الأساسية تكون ثلاثة فقط. فبالنسبة لي مثلا فيسبوك وتويتر ويوتيوب مثلا، ويأتي انستغرام ولا غيره، هذه وسائل مساندة. لا تتشتتوا كنجوم تحاول أن تتابع كل وسيلة وكل شيء يطلع، ولازم يكون لك وجود عليه. هذا اللي يفعل هذا يعني سيضيع، وتأثيره في كل واحدة منها سيقل. فاحفظوا هذا القانون، ثلاثة للتركيز، وانتشروا في غيرها كشيء هامشي. شبكات التواصل هذه لها فن ولها أسرار على النجم أن يتعلمها، مثل القاعدة اللي قلناها قبل قليل، ويجب أن يجيدها فيعرف بماذا يغرد ومتى يغرد، وما هي الهاشتاغات التي تناسب تخصصه، ويشارك بها ولا يشارك بغيرها، ويتعلم فوائد ربط حساباته ببعضها وضرر هذا الربط أحيانا، ويتعلم متى يغيب ومتى يحضر، وما هي المواضيع التي تحفز الجمهور للمشاركة، وكيف يستفيد من كل هذه الأدوات.
عالم جديد من النجومية أخذ في التكون، أخذ في الانتشار على النجم ألا يتأخر كثيرا في الانضمام له والاستفادة منه حتى لا يفوت القطار. أنا ما عندي قلق كبير على الشباب الذين سيكونوا نجوم المستقبل، لأني أعرف أن الشباب أكثر علما وخبرة وتمكنا ومتابعة مني لكل هذا العالم، لكني أتمنى أن يدخلوه بحذر وبمنهجية ليكونوا أدوات نشر لغرس قيم ونشر رسالة. وهذه هي النجومية التي نبحث عنها، وإلى لقاء آخر مع أداة أخرى من أدوات النجومية الرسالية في لقاء قادم. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. النجم يموت عندما يتوقف عن التجدد والتطور في الوسائل وفي الأدوات مهما كانت غاياته نبيلة.